للنقاش اكتر بينضم لينا عبر الهاتف الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنه القوميه للمبادره الرئاسيه لصحه المراه وايضا رئيس الجمعيه الدوليه للاورام. برحب بحضرتك معنا دكتور هشام الى نون القمه. اهلا وسهلا زي حضرتك. اهلا يا دكتور. شايف اهميه التحالف العالمي الجديد اللي اطلقه المنتدى الاقتصادي في دافوس من اجل صحه المراه بيوصل لاي مدى دكتور؟ يعني الحقيقه يعني احنا لما شفنا الخبر سعداء جدا جدا، وطبعا هيبقى فيه تحركات يعني سريعه لعمل او للالتحاق بهذا التحالف وافاده المراه المصريه بصوره كبيره من هذا التحالف. اللي احنا دايما بنتكلم دايما على صحه المراه، وزي ما المبادره الرئاسيه لصحه المراه اطلقها في خمسة فيس ب 2019 يعني هادفين لي مش بس الكشف المبكر عن اورام المراه اللي فيها الاورام الثدي واورام النساء، ولكن كمان المحافظه على الصحه العامه وصحتها الانجابيه والسكر والضغط والسمنه، كل ده بيتاخد فيه الاعتبار في صحه المراه بصوره عامه. يمكن من الحاجات اللي كنا بنذكرها خلال الفتره اللي فاتت ان الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه هما بيقولوا ازاي ان الاورام وخلافه مش بس بتؤثر على الحياه ولكن كمان بتؤثر على الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول بنسبه من تقريبا من 0.5 من نص ل 2% من الناتج الاجمالي للدوله. ده كنتيجه عامه طبعا بيسبقوا تاثير على سوق العمل. حضرتك شايف اهميه سد الفجوه الصحيه دي اللي من شانها تحسين صحه المراه طبعا انعكاسه ايه على مشاركتها في سوق العمل؟ بالظبط، يعني ده يمكن كنا بنتكلم في هذا الموضوع امبارح في المؤتمر، ان تقريبا 30% من السيدات يخرجوا من سوق العمل نتيجه حدوث يعني الاورام بصوره كبيره او بصوره عامه، وبالتالي مهم جدا 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 ان احنا نعمل هذه الخطوات العظيمه اللي اتعملت في المبادره الرئاسيه لصحه المراه لتقليل حدوث الاورام، وتقليل حتى لو حدثت تبقى في مراحل مبكره، وبالتالي احتماليات الشفاء بتزيد الى تقريبا 98 ل 99%. يعني نستهدف الوقايه بدايه، ويعني ان لم تتمكنوا من ذلك فانه تلحقوا الحاله وهي يعني لسه قابله للعلاج. بالظبط. طيب عوده لما اكدوا المنتدى، يعني قالوا انه النساء بتقضي في المتوسط كده ما بين 25% من حياتهم او اقل او اكثر قليلا يعني في حاله صحيه سيئه اكثر من الرجال، واشاروا ايضا انه الامر ده من الممكن انه يؤدي لسد الفجوه الصحيه اللي بتواجه النساء على مستوى العالم لزياده بنسبه 1.7% او 7% من نصيب الفرد زي ما ذكرنا في المقدمة. تعقيب حضرتك على هذا الأمر إزاي؟ زي ما ذكرنا التأثير على الناتج المحلي نتيجة حدوث الأورام برضو من الحاجات المشكلتين يمكن التانيين المهمين، إن حدوث الأورام في السيدات المصابات بالأورام الثدي وخلافه بتؤثر سلبا على التأثير النفسي عليهم، وبالتالي تقريبا 70% من السيدات بتتأثر شويه نفسيا، وبالتالي مهم جدا 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 مش بس كمان ان احنا يبقى الترابط الاسري والدعم النفسي لهذه السيده، ومن الاول نقدر نعمل البريفنشن او المنع لحدوث هذه الاورام او علاجها بصوره كبيره بصوره مبكره زي ما قالت منظمه الصحه العالميه في الثلاث محاور الكبيره او مؤشرات الكبيره اللي قالتها اللجنه، واحنا وصلنا لهذه المؤشرات الاداء دي هنقلل احتماليات الوفاه بنسبه 2.5% سنويا تصل لتقريبا 40% في سنه 2040. وبالتالي مصر الحمد لله خلال المبادره الرئاسيه لصحه المراه ماشيين بهذه الخطى، والحقيقه كان في اشاده كبيره جدا جدا من المنظمه الدوليه للابحاث والسرطان اللي كانت ممثله في رئاستها اللي كانت موجوده في مصر خلال اليومين السابقين بجهود الدوله المصريه والمبادره الرئاسيه لصحه المراه في الوصول الى الثلاث مؤشرات اداء اللي طلبتهم منظمه الصحه العالميه والبرنامج الموسع للقضاء على سرطان الثدي. الثلاث مؤشرات الحمد لله
الحمد لله حققناهم في مصر. أول حاجة إن إحنا قللنا حدوث الأورام المتأخرة في المرحلة الثالثة والرابعة بنسبة كانت الأول بنسبة 71%، دلوقتي بنسبة 20%. الحاجة الثانية إن التشخيص من أول ما نشوف السيدة لغاية ما تبدأ العلاج يعني تقلص. هم قالوا إن الحد يكون أكتر حاجة 60 يوم، إحنا الحمد لله 49 يوم. الحاجة الثالثة المهمة جدا إن كل السيدات بيتعالجوا ثرول أو من خلال الكونسلت الطبي أو لجنة متعددة التخصصات في كل مستشفيات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. وبالتالي حضرتك المحصلة والإنجاز العظيم اللي حضرتك بتشير ليه ده طبعا وراء مجهود عظيم جدا من الدولة المصرية لدعم صحة المرأة في مبادرات رئاسية مختلفة. حضرتك شايف ازاي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي نجحت من خلال وصولها لقرى ومحافظات ونجوع، بنتكلم عن يعني وحدات صحية متنقلة، كل هذه الأمور فرقت قد ايه دكتور؟ الحقيقة زي ما حضرتك قلتي مجهود عظيم جدا من فريق ضخم من أول الرائدات الريفيات والرائدات المقيميات اللي احنا بنثمن جدا 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 قوتهم. الحقيقة لما كنا بنلف في المحافظات الحقيقة لهم دور عظيم جدا في التوعية وإقبال السيدات في كل الوحدات الصحية. أكثر من 3500 وحدة صحية أولية هم النودز أو المناطق الأساسية بتاعتنا في هذه المبادرة الرئاسية لصحة المرأة. كل الحاجات بقى بناء نظام رقمي عظيم جدا يصل كل هذه الوحدات مع بعضها مع المستشفيات التيرشري هوسبيتال او المستشفيات المركزيه، ثم مركزيا بقى بوزاره الصحه والسكان وترابط هذا الكلام كمان مع المستشفيات الجامعيه. الحقيقه واتباع احدث يعني بروتوكولات العلاج يعني في العالم ده في مهم ده جدا ده طبعا. ده في التشخيص بس في الاول، في كمان في التوعيه، ولكن كمان بعد بقى ما نعمل الخطه العلاجيه. وده الحاجه المهمه جدا اللي احنا طبعا. مش دكتور الاورام بس ولا دكتور الجراحه بس ولا دكتور الباثولوجي بس، لكن كل الناس مجتمعه في رسم خطه علاجيه محكمه. ناخد العلاج الاول ولا نعمل الجراحه الاول، وبالتالي مش بس الشفاء ولكن كمان المحافظه على جوده الحياه بالنسبه لهذه السيده. تم عمل بروتوكولات علاجيه فعلا على احدث ما يمكن، وده يعني يمكن العنوان الرئيسي للمبادره الرئاسيه لصحه المراه هو الايكويتي او المساواه للسيده المصريه في المناطق المختلفه انها تتعالج بصوره كويسه زي بعض. دي من الحاجات المفرحه صراحه ان احنا نلاقي سيده حتى رقيقه الحال بتتعالج باحدث علاجات ممكنه مساواه وبالمجان تماما. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مجهوداتكم وعلى مداخلتك يعني اللي شرفتنا بيها. دكتور هشام الغزالي رئيس اللجنه القوميه للمبادره الرئاسيه لصحه المراه ورئيس الجمعيه الدوليه للاورام، شكرا جزيلا يا دكتور.